أهلا وسهلا بكم. فيلم وحكاية اليوم نخصصه لفيلم أموك لمخرج استثنائي في المنظومة السينمائية المغربية سهيل بن بركة. بداية نتوقف مع سهيل بن بركة عند تكوينه. تكوين سهيل بن بركة كان بداية في مالي، لأنه ازداد بتومبوكتو وهو من أصول عائلة أصول نغوليمين بجنوب المغرب. خد الباك ديالو الأول في باماكو بالفرنسية، ثم انتقل إلى إيطاليا حيث حصل على البكالوريا الثانية، ثم كان يداوم السفر إلى إنجلترا مع العائلة ديالو حيث يقضي فصل الصيف، فتعلم أيضا اللغة الإنجليزية. إذن هذا الرجل يتكلم ثلاث لغات وهو لازال شابا. يحصل على في إيطاليا على شهادة علم اجتماع، ثم بالصدفة يفاجئ فريق تصوير بروما بقيادة المخرج الإيطالي الكبير فيديريكو بيليني لما كان يصور فيلم 8.5. هذا اللقاء الفجائي سيؤثر عليه تأثيرا كبيرا، ويقرر عند لقاء الفريق أن السينما هي التي ستكون مهنة ديال سهيل بن بركة. سهيل بن بركة سيتعرف على كثير من المخرجين السينمائيين الإيطاليين والأجانب والممثلين والتقنيين إلى غير ذلك، لأنه بحكم معرفته بلغات مختلفة سيشتغل على أفلام كثيرة جدا صورت في إيطاليا وخارج إيطاليا في أوروبا. ثم سيتعلم الشيء الكثير لما سيرافق وسيجاور مخرجين مثل المخرج الشاعر الروائي بيير باولو بازوليني، حيث سيشتغل معه ابتداء من سنة 65 حتى 67 في تصوير فيلم أوديب غوا بجنوب المغرب، أوديب الملك بجنوب المغرب، حيث سيكتشف أيضا أرض بلاده لأول مرة. ثم بعد ذلك سيرافق بيير باولو بازوليني في رحلة وفي تجربة سنعود لها بعد قليل في لما نتكلم عن فيلم أموك. قبل أموك سهيل بن بركة سيشتغل أول مرة في المغرب على فيلم روائي من توقيعه ألف يد ويد. هذا الفيلم هذا سيقدم في مهرجان قرطاج، ثم سيكون له الحظ في بيع الفيلم لشركة أوروبية حيث توزع الفيلم، سيتم توزيع الفيلم بأوروبا الشرقية. ثم يلتقي أيضا سيكون له الحظ أيضا في حصول على مقالات مهمة في مثل مجلة نوفيل أوبسيرفاتور التي سيلاحظ مقال الذي سيقرأه صاحب الجلالة المغفور لها الحسن الثاني، وسيطلب مشاهدة الفيلم، ولما يشاهد الفيلم يعجب به يبعث برسالة تهنئة للمخرج ويوقع له شيك سنة 73 بقيمة 250 ألف درهم. هذا الفيلم سيفتح له آفاق أيضا، سيكبر طموحه وسيبدأ حلمه الكبير في معالجة القضايا الكبرى. القضية الكبيرة الأولى التي سيعالجها في قضية البترول، التي الكل يعرف أن 73 كانت حرب عربية إسرائيلية، وهذه الحرب هذه تم خضع عنها منع توزيع البترول للدول التي كانت تساند إسرائيل آنذاك. مجموعة من الدول العربية شاركت في الحرب، المغرب بجيشه، المملكة العربية السعودية بقواها المالية، سوريا إلى غير ذلك. العالم العربي سيربح حربه وسيربح هذا الباري الذي بعد النكسة ديال 97 العالم العربي سينجح في الظفر بالانتصار ضد إسرائيل سنة 73. هذا الفيلم يفتح أيضا من جديد لسهيل بن بركة آفاق كبيرة. سهيل بن بركة بعد هذا الفيلم هذا سنعود إلى بيير باولو بازوليني الذي سيرافقه سهيل بن بركة في رحلة لإفريقيا لعرض فيلم الإنجيل من منظور القديس ماتيو. كان بيير باولو بازوليني يتمنى عرضه في دول إفريقية. لما أقل الطائرة معا كان جالسين بيير بازوليني مع سهيل بن بركة قرب بعضهما، لكن لما وصلت الطائرة إلى أجواء إفريقيا الجنوبية تقدم مضيف الطائرة إلى سهيل بن بركة وطلب منه تغيير مقعده ليجلس مع الزنوج مع السود، لأنه الكل يعرف أن قانون الميز العنصري ابتدأ بالفعل منذ 48 في التطبيق، وهذه التفرقة ما بين البيض والسود
سيتمخض عنها أبارتايد وميز عنصري وتقتيل إلى غير ذلك. لما غير سيول المركب مقعده وطلب لاحق به بيير باولو بازوليني، ثم سأله إن كان قد قرأ رواية ألان باتن كراي بيلافد كانتري، وكانت الإجابة بالإيجاب طبيعة الحال، أن سيول المركب قرأ الرواية. ثم قال له أن كان في وسعي أن أصنع فيلم وقع فيلم عن الميز العنصري بجنوب إفريقيا، لأن هذاك الوقت بيير باولو بازوليني كان أيضا يبحث عن تصوير فيلم عن الزعيم الإفريقي باتريس لومومبا. ولكن مع بعد ما حدث في الطائرة، أعتقد أن المسؤولية تقوى على عاتقك الآن، وعليك أن تخرج هذا الفيلم. طب يعود سيول المركب إلى المغرب، يتناول من جديد الرواية ويشتغل مع ميشيل كونستانتين على صياغة سيناريو متين، سيناريو يعيد يعطي للفيلم امتداد، يعطي للرواية امتداد في الفيلم، لأن الرواية كما يعلم الجميع تم صدرت سنة 46 1946، قانون الميز العنصري تم تقنينه وشرعنته سنة 1948، الفيلم سيصنع سنة 81-82 في ثلاث دول اللي هي غينيا، السنغال، ثم المغرب. وطبيعة الحال سيول المركب لن يكتفي بفصول الرواية، بل سيضع فصولا أخرى في هذا الفيلم، بالخصوص حركة الوعي الزنجي، ثم دخول هذاك الحركة النقابية إلى العمل في جنوب إفريقيا، وبالأخص مناهضة العنصرية ومجزرة سويتو سنة 76. هذا الفيلم هذا سينال من خلال سيول المركب جائزة ذهبية بمهرجان موسكو، وسيفتح له آفاق جديدة. الفيلم طبيعة الحال لعبت فيه الممثلة والمغنية الجنوب إفريقية الكبيرة جدا ميريام ماكيبا، ومجموعة من الممثلين الأفارقة من بينهم روبرت لينسول إلى غير ذلك. كان التوزيع ديالو عالمي. استطاع أيضا سيول المركب أن يأخذ إيرادات كبيرة من خلال الفيلم، لأنه توزع عالميا في أمريكا، في أوروبا وغيرها. هذا الفيلم هذا سيفتح له آفاق أيضا، أنه سيمكنه من كسب مشاركة ومنتجين جدد من الاتحاد السوفيتي، من إيطاليا، من إسبانيا وغيرها، بالأخص في فيلم طبول النار درامز أوف فاير، ثم بعد ذلك في عشاق موغادور، ثم ظل الفراعنة، وآخر العنقود بطبيعة الحال من نار ورمل 2018-2019، الذي يعود من خلاله سيول المركب من جديد إلى صياغة قضية كبيرة جدا، وهي قضية التطرف. وهنا يقول لنا بصريح العبارة من خلال الفيلم أن التطرف وليد الغرب وليس وليد الإسلام، عن طريق الشخصيتين الرئيسيتين، علي بي الذي كان جاسوسا إسبانيا زرع في البلاط المغربي عند السلطان مولاي سليمان، ثم الإنجليزية التي سيقع في غرامها وستعتنق الإسلام، إلا أن إسلامها سيكون متطرف جدا، حتى أنها قامت بتقتيل مجموعة من كانت قد زعمت حركة الحشاشين بالشام، وقتلت الكثير من المسلمين هناك في بداية القرن 19. هذا الفيلم بطبيعة الحال لم ينال حظه في التوزيع، لأن جاءت الجائحة وكان إغلاق قاعات، إلا أن جل أفلام سيول المركب كان لا تحظا وفيرا، لأن كانت توزيع عالمي، وكان صيتها كبير جدا، بالأخص أموك الذي كان فيلما رائعا لمخرج استثنائي.